لقطه السله وكاس السوبر. الحقيقه دي لقطه المفروض نبني عليها ونرسخها في وجدان الناس وفي وجدان الشباب، انك إن إن انك انت يعني القيم بتاعتك والمبادئ بتاعتك اهم انك تكسب بطوله، ده مهم جدا في حياتك، وده الهدف الاساسي والسام من الرياضه بشكل عام حقيقي. وحتى مهما تقول ومهما تعيد فيما يظن البعض، او زي ما البعض خدها، وكنت بقول لحضراتكم هذا الامر، انه اخذ الامر لقصه اصله الصفقه اللي مش عارف مين وجاي فمين رايح فهنودي اتنين فدبي، لا يعني الحقيقه كلام. هو احنا يا كابتن اسلام للاسف في زمن يعني اي حاجه حلوه لازم يتحط عليها. ما هو بقول لك احنا في زمن التشويه، يعني اذا عملت شيء كويس هتلاقي واحد يطلع لك اي حاجه علشان يشوه اللي انت عملته باي شكل من الاشكال، وكاننا بنعادي بعض وكاننا بنكره بعض. مش مجرد برافو عليك يا استاذ محمد، يعني هي دي قصه، يعني مش انا اخد حاجه، يعني دي حاجه حلوه كلنا نستفيد منها ونبني عليها ونطورها وكل الانديه تستفيد منها، لا ده لك اصل الاهلي لازم يدور على نفسه وعلى غرض وعلى مبرر علشان يظهر انك انت ما عملتش حاجه لوجه الله، انك انت ما عملتش حاجه كويسه، انك انت ما عملتش حاجه للاخلاق، ما عملتش حاجه للرياضه. انا مش عارف ليه، يعني ليه نفسياتنا وصلت الى هذه المرحله وهذا المستوى الحقيقي. يعني كابتن خطيب اختصرها اعتقد مع مجلسه الانتخابات الاولى لما قال انه اماني النادي الاهلي الدائمه ان ينافسك كثر في أن تكون الأول أو يكون الأول، لكن مش أن يظل طول الوقت بيستعد لتعطيلك. صحيح. لإيقاف مسيرتك بعيدا عن المنافسة، المنافسة أهم للكل. طبعا.